عايزة قبل ما أبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة حابة أشكر حبايبي اللي بيبعتولي كومنتات حلوة زيهم سما كيتشن، مطبخ أكلة سهلة، ومطبخ ميرو الشهي، شارمين شارمين. حابة أشكركم كلكم بجد على الكومنتات الجميلة اللي بتبعتوها لي، هي قد إيه بتبسطني وبتخليني سعيدة جدا. بينا بقى نبدأ الفيديو مع بعض. عارفين الحاجة اللي تاكلوها وتقولوا عليها الله؟ هو ده بالظبط. بصوا الجمال، بصوا الجمال بالله عليكم، والله العظيم طعمها خطير خطير. انا قلت لكم عدى مرحلة العالمية بمراحل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض بقى ألذ واطعم تشيز كيك ممكن تجربوه في حياتكم، ومكونات اقتصادية جدا، بدون جيلاتين، بدون جبنة كريمي، بدون بيض، بدون نشا. تقدري بقى تعمليه لولادك هيحبوه جدا، وحاطين فيه كمان مكون هو اللي مخليه متماسك كده، هنعرفه في الفيديو هو عبارة عن ايه. عملناه كله على البارد، ما فيش حاجة دخلناها الفرن. عندك مناسبة، عندك فرح، عندك خطوبة، اي مناسبة، عندك عيد ميلاد، لو عملتيه كده بالشكل الصغنطوط كده وطلعتيه من قوالب السيليكون هيعجب كل الاطفال وكل الكبار كمان والله. يلا بقى بينا نعرف احنا عملناه ازاي مع بعض. اول حاجة بقى معايا باكت من بسكوت الشوكولاتة، اي نوع انتوا بتحبوه، وكمان معايا نص كوباية من الزبدة السايحة. هاخد بقى البسكوت بتاعي الجميل دوت وابدأ اطحنه في الكبة بتاعتي الكيوت لحد ما يبقى ناعم خالص زي ما انتوا شايفين كده، اي نوع بتحبوه. زي ما انتوا شايفين البسكوت بتاعي طحنته بقى لغاية ما بقى ناعم خالص. هنزل بقى بالزبدة لحد ما يبقى زي رمل البحر، هبدأ اقلب فيه كده واخلط الزبدة بالبسكوت كويس جدا. بعد ما خلطتهم زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى احطهم في قالب التشيز كيك واضغطه كويس جدا علشان يبقى متساوي معايا، وكمان في نفس الوقت يبقى الطبقة متساوية والبسكوت متماسك. وهدخله الفريزر حوالي من نص ساعة لساعة عشان يطلع معايا متماسك وجامد جدا. بصوا اهم حاجة تضغطوه بالمعلقة كده بظهر المعلقة كويس جدا زي ما انتوا شايفين. هدخله بقى الفريزر ونشوفه هيبقى عامل ازاي. وباقي البسكوت دوت هحطه في قوالب صغيرة سيليكون وهنشوفها برضو هتبقى عاملة ازاي معانا. معانا بقى الطبقة التانية، احنا عملنا الطبقة الاولانية اللي هي بتاعت البسكوت. الطبقة التانية بتاعتنا عبارة عن ايه؟ زي ما قلتلكوا اللي انا هعمله بدون جيلاتين ولا بيض ولا نشا ولا اي حاجة ولا زبادي، فهو المكون السحري بتاعي اللي هيمسك لي التشيز كيك هو الكريم كراميل. معايا باكت من الكريم كراميل، الباكت الواحد بيحتاج كوبايتين لبن، بس انا هحتاج كوباية واحدة بس عشان يبقى متماسك معايا اكتر ويطلع تقيل كمان ويمسك لي التشيز كيك. هدوب بقى الكيس كريم كراميل مع كوباية اللبن وارفعهم على النار لحد ما يسخن كويس جدا، واسيبه بعد كده يبرد وهنشوف هنعمل بيه ايه. عبال ما الكريم بتاعنا بقى يبرد تعالوا بقى نحضر بقية الطبقة بتاعت التشيز كيك. انا زي ما قلتلكوا انا مش هستخدم جبنة كريمي خالص، فهعمله بطريقة اقتصادية جدا. بايه؟ هعمله بالجبنة القريش. معايا ربع كيلو من الجبنة القريش، حوالي قطعة ونص من الجبنة القريش. هبدأ اكسرهم بالمعلقة كده كويس جدا، وعلشان اخد قوام الجبنة الكريمي فانا هستخدم معلقتين قشطة من وش اللبن. انا كنت حطاهم مع الجبنة الكريمي، ودلوقتي نزلت بكوباية من السكر البودرة ونص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وقلبت الكلام ده كله مع بعضه. وهنزل بنص كوباية من المية الساقعة او اللبن الساقع وابدأ اضربهم كويس جدا بالمضرب. بعد ما ضربتهم بالمضرب هنزل بالكريم كراميل اللي احنا سبناه يبرد. دلوقتي بقى هضيف عليه معلقة من الكاكاو، كل واحد على حسب ما هو عايز، عايزه غامق يزود الكاكاو شوية، انا عايزاه يبقى غامق شوية، فهحط معلقتين من الكاكاو. قهوة بطعم البندق بتديني طعم جميل جدا ومميز للتشيز كيك بتاعي، فانا هاخد برضو حوالي معلقة، احط عليهم بقى شوية شوكولات شيبس كده وهضربهم بالمضرب الكهربي. نيجي بقى لتاني خطوة، معايا كوباية ونص من بودرة الكريم جانتيه الخام، عليها كوباية الا ربع من المية الساقعة.
هحطهم برضو دولت على بعض وهضربهم بالمضرب الكهربي، يعني هضرب ده بالمضرب الكهربي وبعد كده هضرب ده بعديه ونقلب دوت على ده، الخليطين هيتقلبوا على بعض ويبقى الخليط بتاعنا جاهز. زي ما شفتوا كده انا حطيت الكريم شانتيه بعد ما ضربته لوحده مع الميه، حطيته على الخليط اللي هو الجبنه كريمي مع كل المكونات الجميله اللي احنا قلنا عليها. دلوقتي بقى بصوا قوام التشيز كيك، خليط التشيز كيك عامل ازاي، بصوا ناعم وجميل ازاي وطعمه خطير 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 كده، يعني انا عماله اكل فيه من جماله من قبل لسه ما احطه على البسكوت، طعمه في منتهى الجمال وكل اللي دقوه عجبهم جدا. لسه بقى لما نحطه على البسكوت بتاعنا الجميل. دي طبقه البسكوت بعد ما دخلناها الفريزر جمدت لها كده حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع، بقت بصوا جامده ومتماسكه ازاي، مهما بضغط عليها ما بتتكسرش ولا بتتفك. ودوت باقي البسكوت اللي انا قلت لكم عليه، بقيه البسكوت حطيته في قوالب سيليكون كده علشان تبقى سهله عليا ان انا افكها. احط بقى دلوقتي الخليط بتاعنا الجميل، بصوا بصوا الجمال، بصوا الجمال بالله عليكم، المنظر يعني يتحدث عن نفسه، بصوا الجمال والحلاوة، مفيش حلاوة بعد كده. حطيت على الوش كده شوية شوكولات شيبس وهندخلها الفريزر لمدة 3 ساعات علشان تتماسك كويس جدا. وبصوا انا قدمتها برضو هنا في الطبق، في اطباق كده شكلها حلو عندكم، طبقة البسكوت من تحت وفيها طبقة التشيز كيك وعليها الشوكولاتة، قدمتها لكم باكتر من طريقة علشان اللي عايز يقدمها بالطريقة اللي تريحه يقدمها. وده كده الشكل النهائي للتشيز كيك بتاعنا الجميل اللي مليان شوكولاتة من جوه ومن بره، انا زينته بوحدات من البندق وشوكليت شيبس، وكان عندي واحدة من المندولينا قطعتها كده بالشكل الجميل ده ورصصتها. ألذ وأحلى تشيز كيك ممكن تجربوه في حياتكم، بدون فرن، بدون نشا، بدون جيلاتين، بدون جيلي، بدون بيض، بدون زبادي، بدون جبنة كريمي. يلا بينا نشوفه من جوه عامل ازاي. واخيرا قالب التشيز كيك طلع من جوه القالب بالسلامة الحمد لله من غير اي خساير. بصوا بقى، بصوا طبقة البسكوت من تحت عاملة ازاي، شايفين كل دي طبقة البسكوت، حاجة كده خطيرة خطيرة خطيرة. تعالوا نلفها كده ونشوفها من جوه، ولا البندق بقى وجماله والشوكولاتة، حاجة كده في منتهى الجمال. بصوا كلها متساوية سوى واحد، مفيش حتة أعلى من حتة، طبقة البسكوت كلها حتة واحدة. تعالوا بقى نقطع، بسم الله، شايفين بقى الحلاوة والطعامة، بصوا الجمال، بصوا الجمال، بصوا وتخيلوا الطعم معايا هيبقى عامل ازاي. طبقة البسكوت مقرمشة من تحت وجميلة ومتماسكة، وعليها طبقة الكريمة الرهيبة مع الشوكولاتة بقى والبندق والحاجات الخطيرة دي. بصوا الجمال ده، بصوا الجمال ده، يعني قلبي الصغير لا يتحمل. طلعت لكم انا بقى قطعه كده من قوالب السيليكون، بصوا متماسكه وجميله ازاي، لو حطيتوها في ورق الكب كيك تقدروا تقدموها في اي عيد ميلاد اي مناسبه هتعجبكم جدا. تعالوا بقى للفقره اللي انا بحبها قوي قوي، وهي فقره ان احنا ندوق مع بعض. بصوا بقى هندوق طبقه الكريمه الجميله اللذيذه دي، بسم الله، الله الله، بجد عارفين الحاجة اللي تاكلوها وتقولوا عليها الله، هو ده بالظبط، تاكلوها وتقولوا الله وتدعوا لي على جمالها وطعمتها. بصوا بصوا جميلة ازاي من جوه، بصوا الشكل، بصوا طبقة البسكوت متماسكة والكريمة. تعالوا ناخد حتة كمان بس عشان مش قادرة، والله العظيم طعمها خطير خطير. انا قلتلكوا عدى مرحلة العالمية بمراحل، يعني انتوا تجربوها وهتعرفوا ان انا بتكلم صح. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.